اكيد واجهتكم المشكله اللي هي العميل بيطلب الطلب بعد كده يقول لك لا مش عاجبني. حصل اكيد مشاكل. بص لا ده طبيعي جدا، ده طبيعي، ده طبيعي. في متاعب وفي حاجات لو انتبهنا لها هنقف، لا احنا ما بننتبهش للكلام ده وبنحاول نشتغل على الانجح. بس المقاسات بتعمل مشكله اكيد طبعا. لا ده شيء طبيعي، واي اي مهنه واي تصنيع بيبقى فيه عواقب، لو وقفنا عند العواقب هنقف مش هنتقدم يعني.